بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك متن الدروس المهمة. نعم. بسالفنا بسم الله الرحمن الرحيم بالله سمت جمرنا بنبياتنا عليه الصلاة والسلام بركان دي ورد الله تشوف هذا الرجب وعلا بسالفنا تمرت وحدنا لين من مرة تمرت دروس مهمة لعامة الأمة لا أنجب قابي هنا ومتمرتنا عتك علي لا هبرة سوطك عمي هنا يا شيخ الباز كتاب روندا من المال أحسن الفنان المرت. نعم، أخذنا القسم الأول من هذا الكتاب طريقة السلف مع القرآن الطلان دمو كسلف وجه علم اندي تارقو اندى ممارو من قادون تمرنا استفتنا الدرس حفظ يومي لكن من أين تمرت عند المسجد؟ نظر يومي في تفسير الآيات من تفسير مختصر. بكن أتذكر كونه تفسيرات أتذكر كونه لمسألة عند سعيد تفسير كان لو ما عند الجبهة. تستعين بالله العمل. تجابه على دمو ودسر على مقبات بالله سبحانه وتعالى تجزل ودسر على الجبهة. الآن نبدأ في القسم الثاني من هذا الكتاب المبارك. أهون ودولتنا كفر لنجبانا وهي بركة ودهن ومتعف التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك توحيدنا توحيد والمفرس وين عملكوات لا الله بتاع مادرقنا يجي تكراني عملكوات يمفرسو نقروت لنجمع المتمرت لماذا ندرس التوحيد؟ لمن دنو سرع توحيد تمرت من سرعتا من يعرف؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لمن دمنا توحيد عمنا نعم حق الله على العبيد يا الله حقنا وبرامج لي خلقنا لنوحد الله خلقنا لنوحد الله يترجم ولا نترجم ترجم أنت يتفترنا والله هم ببتوينات لنا ملك بالشهر لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد الله سبحانه وتعالى من يونم آملك وتيكبلنم توحيدات شيء مسارة تلسل. لا يدخل جنة إلا موحد جنة هيقبل موحد أقول سويه ثم قد يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق إذا الفير عند طياكي تجدها يقول لك هل أنت موحد؟ تجدك هل أنت الله أم بوتوني نتهم لكن إله تقول نعم أو الله أم بوتوني نتهم لكن أنا موحد يعني الله بتعباري علي يقول ما هو التوحيد؟ إذا تجدك هل من دم توحيد ما لتقوم إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى أنك موحد توحيد تترقمه لنا تفسره نبياتٍ بفسرت آيات إيه يتوحيد أولى ترقمه وإذا قلت أنا لا أعرف ما هو التوحيد أنا توحيد يجعله قلت ترقم من دون أهلاك مكالف من ما أنت توحيد نقول هذا كذب هذه شهادة زور عندما تقول أنا موحد وأنت لا تعرف التوحيد يا توحيد ترقم ساعتا وطني الله أنا ملاكنا إمالتها أنت وشت عملت بها أبو جهل أبو جهل يمباله بنبيات رأس الكفر يا كادي وتشو وانا كنت وين ابر يعرف التوحيد نعم لم يقر به لكن يعرف ما هو التوحيد يا توحيد ما لنا تنكوكو يا قال لي بيس ربك وانت مسلم لا تعرف التوحيد انت مسلم وانا ستاوك يا توحيد انت قوم تاكل ثم نقول لهذا هل انت مشرك كذب على دبون دغنا انت مشركنا بلا بنطيقه يقول اعوذ بالله يقول فالله اتبك عنه انا لست بمشرك انا عقاري ادلهم لنا طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك الله يكرك لو ما قارت في من دنا وفسر اللي من الوالد يقول لا ادري ارى هين قال او قوم زرهرون لنا نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري قال او وقوك يا اعوذ بالله اتبك عنه قال هو ورك هبت من الوالد الان اذا اردت ان تقود السياره لابد من رخصه قياده السياره صحيح نعم انت مكنا من ذات كاسفلقه فقاد ياسفلقال يا مكنا من ذاك بالموت يا من ذا فقرك توضع متى يعطوك هذه الرخصه
إيهين يا من جاء فقاد ما تنام مساطهم يا رجال قتلوا. لابد أن تعرف الأشياء التي لابد أن تأتي بها والأشياء التي لا تأتي بها مخالفات. يا من جاء فقاد يمي أستطعون سرعات مسفرتان له يعني التاموان لا يقبهال يجاتك أراني دمو يعني إني أفرسون دمو لتوقبها. إذن الموحد لابد يعرف التوحيد حتى يأتي به ولابد يعرف الشرك حتى يحذر ويحذر منه. سلذي من دمنا توحيد من دلو جاول يقبل توحيدين ترقمون لسرع بسنة يتوحيدين أفراس وش دمو جاول يقبل لتنقب زنده.